بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هتكلم عن أداة أو إضافة جديدة في برنامج الأوتوكاد. الإضافة دي إضافة مجانية من موقع أوتوديسك أب ستور. الإضافة دي إضافة تعتبر مهمة لو أنا عندي ليرز بالنسبة للدايمنشنز أو الهاتش أو التكست. هي بتساعدني ان انا ممكن اعمل الدايمنشن او الهاتش او التكست بعملهم وهي بتنزل لي اللاير وبتسميها لوحدها. يعني انا ممكن ما اعملش لايرز بنفس الاسم لكن هو بيدخلهم لي على طول على اللاير دي. طب هنشوف الكلام ده ازاي؟ هنشوفه مع بعض. فلاي زي ما احنا شايفين بتحمل على ويندوز 32 و64، اللانجوج بتاعتها اللي هي الانجليش. طيب هي سبورت لي اوتوكاد 23 اللي هو 2023، ممكن احنا نستخدمها زي ما شايفين فيرجن من 2018 لحد 2023، ممكن ان احنا نستخدم اللي هي الاداه دي. بنحمل الاداه دي ازاي؟ بعد ما اعمل اكونت على اوتسك اب ستور باجي اعمل داونلود. الكلام ده انا شرحته قبل كده وهنزل ليكم كل دروس الاضافات المجانيه على برنامج الاوتوكاد وبرنامج 3 دي ماكس وبرنامج الريفيت في صندوق الوصف. هندوس على داونلود وبتتحمل لي الاداه، بينزل لي الملف بتاعها، بندوس دبل كليك وعلى طول بنعمل انستول، بتتحمل على طول على برنامج الاوتوكاد. هنروح على برنامج الاوتوكاد لان انا محملها عليه، هنروح على برنامج الاوتوكاد ونشوف الاداه دي بنستخدمها ازاي. زي ما شايفين ده برنامج الاوتوكاد والاداه اتحملت عندي. اتحملت فين؟ عندي هنا في المنيو بار اللي فوق في اد انس، زي ما احنا شايفين بدوس عليها بالشكل ده كده، وهنا اتحملت لي الاداه اللي هي فلاي. طيب ازاي ان احنا نستخدم فلاي دي؟ عندي بلان او مسقط افقي، انا رسمها بسيط جدا. مسقط الافقي ده انا هطبق عليه الاداه دي. لو انا دوست على الاداه دي بالشكل ده اتفتح لي المربع الاعدادات بتاعتها. واول حاجه لازم نعرفها طول ما انا عامله صح على فورس لاير ريكتور اكتف يبقى الاداه دي اكتف معايا او شغاله معايا. لو انا شلت الصح دي مش هتكون شغاله. طيب الاداه دي بتستخدم اللي احنا قلنا بالنسبه للدايمنشن، بتعمل لي لاير دايمنشن وبتعمل لي لاير تكست وبتعمل لي لاير هاتش. بعد كده انا هقول له اوكي. تمام كده انا فعلت الاداه عندي. طيب انا هقول له هرجع تاني على هوم هنا عشان اوريكم هنا في هوم في ايه. في عندي لاير زيرو ودور وولز وويندو. اللاير التانية اللي هي الدايمنشن والهاتش والتكست مش موجودة هنا. طيب انا هندوس على لاير بروبرتيز من هنا هي عشان نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. ادي لاير بروبرتيز كويس، وهاجي اقول له انا عايز اعمل هاتش مثلا في المكان ده كده اهو، على طول نزل لي لاير هاتش. شايفين لاير هاتش نزلت لي بالشكل ده كده. لو انا رجعت لهوم اهي لاير هاتش. طيب لو انا خرجت من الامر بتاعها بدوس بيمين الماوس بعدين انتر، خرجت من امر هاتش رجع لي لزيرو تاني. لاير هاتش دي زي ما احنا قلنا هي ما كانتش موجوده. طيب هنيجي هنا نعمل دايمنشن. انا عايزه مثلا دايمنشن من هنا لهنا اهو، ودايمنشن تاني من هنا لهنا. شايفين ادي الدايمنشن عمل لي لاير هنا اسمها ماي دايمنشن اهي. لو انا دوست عليها كده عشان تبني اكتر اهي ماي دايمنشن، هو نزل لي اللاير ماي دايمنشن. ممكن انا اغير اللون بتاعها، بدوس على اللون اللي هنا ده كده واقول له مثلا اعمله لي اصفر وادوس كده اهو، عمل لي اللاير دايمنشن اصفر بالشكل ده كده. شايفين ادي الدايمنشن، يبقى انا ممكن اغير في اللون بتاعها. طيب هنيجي نعمل تكست اهو بالشكل ده كده واقول له روم مثلا 1 اهو روم 1. كبرها شويه كمثال كويس. على طول هو نزل لي تكست اهي لاير تكست. لو انا دوست عليها بالشكل ده كده اهي تكست. تكست دي برده ما كانتش موجوده معانا، يبقى انا عندي هنا لاير الهاتش والدايمنشن والتكست ما كانوش اصلا موجودين معانا، لكن هو على طول اراهم ونزلهم لي على اللايرز. طيب لو انا جيت عملت اد انز وجيت قلت له فلاي هنا دوست عليها وشلت فورس لاير كويس، ما عملتهاش اكتف مش شغاله معانا بعد دلوقتي، قلت له اوكي. وجيت عملت هوم هنا قلت له دايمنشن، اعمل لي دايمنشن من هنا لهنا، عمل لي الدايمنشن ايه؟
اهو لو دوست عليه عمله لي فوق هنا زيرو. كويس، ما نزليش الدايمنشن في ماي دايمنشن اللي هو عملها قبل كده، يبقى هو عملها لي زيرو لان انا مش مفعله معايا الفلاي. الاداء مهمه بالنسبه لثلاث لايرز دول، انا ممكن ان انا ما اكتبهمش اصلا في اللايرز او ما اعملش نيو لايرز ليهم، وهو بينزلهم لي على طول على الملف اللي انا شغال عليه وبينزلهم لي على اللايرز او اللايرز بروبرتيز اللي موجوده عندي في الملف. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.